بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. إذا نختم فضيلة الشيخ مع قول الله تبارك وتعالى: كتب على نفسه الرحمة. هذه الصفة الجليلة لرب سبحانه وتعالى. هذه في سورة الأنعام: قال ربنا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قل لمن ما في السماوات والأرض، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين كفروا بك وكذبوك، فإن أجابوك فنعم وإن لم يجيبوك فأجب أنت. قل لله، واللام هنا لام الملك المطلق لله. كتب على نفسه الرحمة، هذا الذي تتعلق به قلوب المؤمنين، أننا نعلم أن ربنا جل ذكره وتبارك اسمه كتب على نفسه الرحمة، ويتتجلى رحمة الله جل وعلا بخلقه في حالين. تتجلى رحمة الله جل وعلا بخلقه في حالين: الحالة الأولى تأخيره العذاب عمن يستحقه، وهذا من أعظم رحمة الله، تأخيره العذاب عمن يستحقه. والحالة الأخرى قبوله جل وعلا لتوبة العاصي. سبحانه. فقبوله لتوبة العاصي تبارك اسمه وتأخيره العذاب عمن يستحقه من أعظم مظاهر رحمته. وكل شيء تشمله رحمة الله. كتب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه الرحمة من غير ملزم. ليجمعنكم، لام موطئة للقسم، إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إذن أصبح في ديننا الدين الحق أن البعث والنشور من أعظم اليقينيات الكبرى. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال ابن سعدي رحمه الله: ما معنى خسارة النفس؟ فساد الفطرة. ما معنى خسارة النفس؟ فساد الفطرة. على ماذا فطرت النفوس؟ على عبادة الله. فإذا عبد العبد أحدا غير الله أو أشرك مع الله غيره فقد فسدت فطرته. فإذا فسدت فطرته باء بالخسران، فإذا فسدت فطرته باء بالخسران. ولهذا قال الله جل وعلا: فهم لا يؤمنون. إذا تحرر هذا كله كان حريا بالعبد أن يطلب رحمة الله وأن يستجدي رحمة ربي تبارك وتعالى. ولا تستجدى رحمة الله بشيء أعظم من الانكسار بين يديه والافتقار إليه تبارك اسمه والحياء منه. كما أن من موجبات رحمته التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أن يرحم العبد من حوله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي الحديث: من لا يرحم لا يرحم. فإذا كان الإنسان رحيما بمن حوله، كلما شملت رحمتك أكبر عدد من الناس كنت أهلا لأن ترحم من الله. ولذلك المتكبرون المتجبرون الطغاة العتاة هؤلاء أبعد ما يكون عن رحمة الله جل وعلا، لما فطرت عليه قلوبهم من القسوة ومن بعد عن الرحمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عوف لما ذهب معه إلى ابن إبراهيم: من لا يرحم لا يرحم. بقي